السلام عليكم مشاهدينا الكرام. سافرت اليوم من سد بين الويدان الى مدينة بني ملال عبر واوي الزغت وتيموليلت، واللي المسافة ديالها 50 كيلومتر حوالي ساعة ديال الوقت، وهي اقرب طريق بين سد بين الويدان ومدينة بني ملال عبر الطريق الجهوية رقم 306، ثم الطريق الاقليمية رقم 3111، واخيرا الطريق الوطنية رقم 8 وصولا الى مدينة بني ملال. الطريق فيها مناظر ساحرة، بحيرة بين الويدان ثم الغابة والجبال. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا بلايك والضغط على زر الاشتراك الى تشوف قناة لأول مرة، وفرجة ممتعة. Bye.
Thank you.
Thank you.